اللهم خذ بأيدينا إليك يا الله، اجعلنا في هذه الليلة المباركة من الفائزين ومعنا ملائكتك، فاذكرنا الآن عند حملة عرشك في ليلة العمر، في ليلة الجبر، في ليلة الستر، في ليلة العفو، في ليلة العتق من النيران، في ليلة الإجابة لكل من له حاجة يفضيها إلى الله، إلى الله، إلى الله، وسيغيثك الملك والملائكة تؤمن على دعائك، والله ناظر إليك، والله مطلع عليك، والله معك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أقسم بك عليك يا الله، لا تفرق جمعنا ولا جمع مشاهدينا ولا جمع محبينا ولا من أمنونا بالدعاء إلا وقد أجبتهم، أجبتهم وأغثتهم، ولكل أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الذين كانوا يحبون ليلة القدر ويعتكفون معنا في ليلة القدر، وهم الآن نزلاء بين يدي رحمتك، ارحمنا وإياهم، اعف عنا وإياهم، رقنا وإياهم، رقنا وإياهم، عسلنا وإياهم. أقسم بك عليك، اجعلها ليلة الفرج وليلة القبول وليلة العودة وليلة الأوبة. وعجلت إليك رب لترضى، وعجلت إليك رب لترضى، وعجلت إليك رب لترضى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولله الحمد، 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 الله أكبر.